وللمزيد حول الصراع حول نتائج الانتخابات بين شركاء العملية السياسية والصراع القائم في ظل التصريحات الأخيرة لمفوضية الانتخابات، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بك دكتور قحطان. يعني بداية، إذا كانت إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات ليس من صلاحيات مفوضية الانتخابات كما صرحت، فمن اختصاص من ستكون إذن؟ تفضل دكتور. حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. هذه طبعا دائما نقول أن القوانين العراقية غالبا ما يشوبها شيء من عدم الوضوح، وتكون ذلك في المستقبل ألغام تعيق عمل أي قانون حتى يطبق ويأخذ مدى. هذا أيضا من الأشياء التي حذرنا منها. منطقيا بشكل عام هي المفوضية هي المعنية أساسا عن العد والفرز بالتأكيد، إلا إذا كان هناك اعتراض قانونيا يقدم إلى المحاكم الاتحادية ويكون العد بإشراف المحكمة الاتحادية. إذن بكل حالات أيضا تقوم هذه العملية أساسا من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ولكن المشكلة هي ليست فقط في عملية تطبيق القوانين بقدر ما هي مواقف مسبقة ومبيتة وقرارات متخذة شكليا على أن لا يتم القبول بهذه الآلية، لأن القوى السياسية الحشداوية المتنفذة ضاع منها الكثير من أدوات ضغطها، لذلك قد تسعى إلى طرق ملتوية أخرى. دكتور قحطان، كيف تقرأ هذا التصريح في ضوء تعويل الميليشيات على إعادة العد لما يرونه إنقاذا لهم من السقوط الكبير في الانتخابات الأخيرة؟ وبالتأكيد في ظنهم أنهم سيجدون فرصة إلى تعديل ما من خلال العد والفرز. العد والفرز بشكل عام منذ أن بدأ بدايته الأولى قلنا لا يغير من أمر شيئا، أما أن يأتي بتغيير طفيف لا يغير على القاعدة العامة أو النتيجة العامة التي هي فروقات واسعة بين الأعلى والأدنى، اثنين في الغالب يكون مطابق، وهذا الذي حصل. لذلك نعتقد كما ذهب قبل قليل تقريركم عن أحد المتحدثين باسم الحشد أنه يلوحون، وشيء يلوحون بالتأكيد إلى استخدام آليات أخرى لعل التصعيد هو إحدى أسباب إحدى الدلالات التي تعتمد. طيب دكتور قحطان، يعني الميليشيات وبحسب تصريحات قادتها فإنهم لن يمرروا الأمر إذا ما لم تعدل الانتخابات. في ظل تصريح مفوضة الانتخابات، هل تتوقع تطابق النتائج المعلنة سابقا مع النتائج التي ستعلن خلال أيام؟ التطابق احتمال كبير، وذلك لأن جرت أكثر من منطقة كثيفة العدد كما حصل في الموصل وفي العراق وفي بابل وسواها، كانت النتائج مطابقة. إذن بالاتجاه العام النتائج مطابقة. أنا أعتقد أن تحجج هذه المجاميع باسم العد والفرز هو ليس الغاية الحقيقية للعد والفرز، لأنهم مقتنعين أن العملية الأخيرة الانتخابات بشرف أممي والتزوير يكاد يكون شبه منعدم حقيقة، ولكن هم يريدون أن يذهبون باتجاه آخر عندما يطولون في مطالبهم ونوعوها. إلى السؤال الأخير دكتور قحطان، يعني ما هو الشكل الذي تتوقع أن تكون عليه ردة فعل الميليشيات في حال أعلنت النتائج النهائية وتأكد سقوطهم مع الوضع في الاعتبار عناصرهم المعتصمة في الشارع؟ نحن دائما نقول أن الأمر والقرار هو يأتيه من خارج الحدود. إذا تصاعدت الخلافات الإيرانية الأمريكية قد يكون هؤلاء بالاتجاه التصعيد، ولا توافقت الأمريكا وإيران هؤلاء يهدئون. إذن هم في تصوري يسعون إلى التصعيد، ولكن الأمر سيأتيهم من الخارج، وأيضا الأمر من الخارج على ما يبدو ضمن التصعيدات الإقليمية الواضحة في الخليج العربي تشير إلى التصعيد بين أمريكا وإيران. وبالتالي أعتقد هؤلاء سيذهبون إلى التصعيد. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.